السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من اعرف مستواك. طبعا احنا اخذنا املاء في الحلقة السابقة عن خالد ابن الوليد، وقلنا الاملاء وما شرحناش اي حاجة خالص، وما شاء الله برضو كتير جدا جدا، بسم الله ما شاء الله كتير جدا بنسبة كبيرة جدا جدا عملت املاء صحيحة 100%. القليل فقط هو اللي بعض الاخطاء البسيطه، وده الفضل يرجع اولا سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى، ثم لتعبكم ومجهودكم معايا. نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وان شئت ربي جعلت الحزن سهلا. ونبدا بكلمه خالد ابن الوليد. لماذا لم تكتب ابن الف هنا وتحتها همزه؟ لماذا لا تكتب؟ هقول لك ما تكتبش ليه. ركز معايا، خالد ابن مين؟ ابن الوليد. خالد ده علم، علم يعني معروف، والوليد ابوه معروف. العلم هو الايه؟ الشخص المعروف. يقول لك انت راجل علم يا عم، علم يعني كل الناس عارفاك. زي ايه؟ كل الدول علم، كل الناس عارفه امريكا، مش لازم يكون راحها بس عارف ان في بلد دوله اسمها امريكا، دوله اسمها مصر، دوله اسمها المغرب، دوله اسمها انجلترا، تمام؟ دي اسمها اعلام، ماشي؟ الشهور اعلام معروفه، يناير وفبراير او مثلا ايه محرم وذي الحجه وذي القعده وخلافه، تمام؟ خالد ابن الوليد هذا علم وهذا علم. تحذف الالف من كلمه ابن في حاله ايه؟ اذا كان الثاني ابو الاول. لو العلم الثاني ده ابو الاول تحذف الايه؟ الالف الايه؟ من كلمه ابن. اذا كان الثاني ابو الاول، خالد ابن مين؟ ابن الوليد، يبقى الوليد ده ابو خالد، يبقى تحذف الالف. عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، تمام؟ الحسين بن علي، كل دي الف محذوفه لان علي ابو الحسين، وعفان ابو عثمان كده، والخطاب ابو عمر، وايه؟ والوليد ابو خالد، نفس القصه كده. خلاص عرفنا بنحذف ايه الالف ليه؟ لان ده علم وده علم، اتنين اعلام هم، ها؟ وكلمه ابن جت في النص، لكن العلم الثاني شرط عشان احذف الالف، لازم يكون العلم الثاني هو ايه؟ ابو للعالم الاول. بطل، بطل لن، تنوين بالضمه فقط حبيب قلبي، تنوين بالضمه فقط. بطل، ما تعمليش نون، ما فيهاش نون خالص. بطل عظيم، 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 من أبطال العرب. ركز في كلمة من دي، من دي حرف جر، أي كلمة تيجي بعد من بتبقى مكسورة على طول، مجرورة يعني، مجرورة. من أبطال العرب. أسلم سنة، سنة، سنة مش لازم، مش ما تكونش تاء، ما تكونش تاء مفتوحة حبيب قلبي، ما تنفعش. ليه؟ لأن يجوز أن تنطق سنة، طالما نطقت الكلمة سنة تنطق سنة، يجوز أن تنطق هاء ساكنة مكان التاء المربوطة، يبقى إذا هي أصلا تاء مربوطة. سنة إيه؟ سبع، سبع، سبع سنة، أهي سبعة من الهجرة، سبعة من الإيه؟ من الهجرة، تمام؟ سنة سبع من الهجرة، وشهد كثيرا من الغزوات، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله، وجعله قائدا. تنوين بالفتحة هنا، ووضع ألف لتنوين الفتحة. ليه؟ لأن الدال هنا، ماشي، ليس الكلمة ليست لم تنتهي بتاء مربوطة زي دي كده مثلا، يعني بقول مكة انتهت بتاء مربوطة، مش هحط ألف هنا، هروح حاطط التنوين بس على التاء، ماشي؟ خلاص، تمام؟ لم تنتهي الكلمة بتاء مربوطة، ولم تنتهي بهمزة قبلها ألف إيه؟ ألف مد. بتهيألي كده القطعة قدامك واضحة جدا، يا ريت توقف الفيديو وتشوف إيه الأخطاء اللي عندك وتبدأ إيه؟ تستخدمها. تمام كده؟ نبدأ نمسح بقى الإيه؟ القطعة بتاعتنا ونإيه؟ ونتكلم في الإيه؟ في حلقة اليوم إن شاء الله. حلقة اليوم حلقة ممتعة جدا وجميلة جدا، يعني احنا ايه يعني خطر ببالي حاجة كده بصراحة طلعت جميلة، لما فكرت فيها لقيتها جميلة، إن القطعة الإملائية اللي احنا هنتملاها إن شاء الله
هشوف المضمون بتاعها ايه، مشاكلها ايه، او القواعد الاملائيه بتاعتها ايه، وهشرح القواعد الاول وبعد كده اديك الاملاء بتاعها. هشرح القواعد الاول وبعد كده اديك الاملاء بتاعها، عشان برضو نخف عليك شويه ونفهمك ونوضح لك ونذكرك بالايه بالايه بالكتابه الصحيحه. ماشي؟ طيب القطعه الاملائيه النهارده بتاعتنا بتتكلم عن بعض القواعد، او القاعده الالف الممدود والمقصور والحرف الزائد والهمزات. الالف الممدود والمقصور والحرف الزائد والهمزات، ثلاث قواعد في منتهى الجمال، مهمين جدا جدا. الالف الممدود والالف المقصور، ركز معايا كويس جدا. الالف الممدود حبيب قلبي والالف المقصور، الالف الممدود هو الف المد، والالف المقصور هو زي الياء بس بدون نقطتين، بدون ايه؟ نقاط. دي اسمها الف مقصوره ودي اسمها الف ممدوده. ماشي؟ الالف المقصور ياتي مع الاسم والفعل والحرف، والالف الممدود ياتي مع الاسم والفعل والحرف. تمام؟ ركز معايا، ركز معايا. الالف المقصور مع الاسم، مع الاسم وما ايه الاسم، عندي الاسم ركز معايا ثلاثي وغير ثلاثي. ثلاثي يعني بتكون من ثلاث احرف، غير ثلاثي اربع احرف، خمس احرف، ست احرف كده. ماشي؟ وكذلك الفعل الثلاثي وغير الثلاثي، فعل الثلاثي اللي هو ثلاث احرف، غير الثلاثي اللي هو اربع احرف، خمس احرف، ست احرف. تمام؟ وياتي مع الحرف. يبقى الالف الممدود والالف المقصور ياتي مع الاسم والفعل والحرف. سريعا كده هناخد ازاي بياتي مع الاسم والفعل والحرف. ياتي مع الاسم، ركز معايا، اذا جاء اسم مكون من ثلاث احرف زي كلمه علا، منى، رشا، هدى. تمام؟ خلاص؟ كل دي كلمات مكونه من ثلاث احرف، منى اخرها الف مد نطقا، علا الف مد نطقا، هدى الف مد نطقا. طيب هل هي كلها تبقى الف مد ولا الف مقصوره؟ الله اعلم، لسه هنشوف اهو. ركز معايا، هعمل ايه؟ انا هجيب الجمع من كل كلمه. يبقى في الاسم بجيب الجمع من كل كلمة، بجيب الجمع من كل ايه؟ كلمة. طب لو اداني اصلا الكلمة اصلا جمع، هجيب المفرد بتاعها زي كلمة قرى، قرى كتير، يبقى مفردها ايه؟ قرية. ركز معايا، بيقول لي علا، 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 بلاش علا بقى، ها؟ هنقول من قلب القطعة، سما، سما، سما. كلمة سما مش سماء، لا، كلمة سما يعني ارتفع. سما معناها ايه؟ ارتفع. سما الطائر إلى الشجرة، ارتفع الطائر إلى الشجرة، طلع فوق خالص. يبقى كلمة سما يعني ارتفع. ما تجيبش بقى، طب سما دي اسم ولا فعل يا أستاذ؟ اه دي سما، دي سما، السما، السماء، السماء دي اسم؟ لا طبعا، لا، سماء معناها ارتفع، مش السماء بتاعتنا دي، اللي بتاعتنا اسمها السماء، مش السماء، السماء، انما سماء معناها ارتفع. يبقى اذا الكلمه فعل سماء مكونه من ثلاث احرف، اجيب الجمع بتاعها؟ لا طبعا ما تجيبش الجمع بتاعها. امال اعمل ايه في الفعل؟ هشوف الفعل، لو الفعل ماضي اجيب المضارع بتاعه، ولو هو مضارع اجيب الماضي بتاعه. ماشي؟ ها، سما ارتفع يعني خلاص انتهى، ده ماضي، اجيب المضارع بتاعه ايه؟ يسمى؟ لا، يسمو، يسمو. يبقى كلمة سما مش هكمل بقى الف مد ولا بتاع ولا الف مقصور، لسه هكتبها اهي، لسه هي واقفه اهي، مش عارف اعمل فيها ايه. المضارع بتاعها اسمها ايه؟ يسمو، يسمو. ركز معايا، اذا جاء المضارع واو يبقى هنا الف مد وليست الف قصر، لان اصل الكلمه واو، اصل الحرف ده واو، يبقى الواو
مقابله ايه؟ ألف مد. الواو مقابله ألف ايه؟ مد. سما. وعندنا كلمة ايه؟ في كمان كلمة ايه؟ نما. نما. نما النبات. نما نون ميم. بس دي نم. نون ميم. نما. هل هي مد بالألف ولا ايه؟ ولا ألف مقصورة؟ هنشوف دلوقتي. نما. نما النبات يعني خلاص كبر النبات. نما فعل ماضي. ماضي انتهى. ماضي اهو انتهى. طب المضارع بتاعه ينمو. ما احنا قلنا المضارع عبارة عن ايه؟ ألف نون ياء تاء. في كلمة اسمها ايه؟ أنيت. أنيت. نما. أنما بالله عليك اسمها ينفع أنما؟ لا. ينفع ننما؟ لا. ينمو أو تنمو. تمام. ينمو. هنكتب كلمة ينمو كده. ينمو. لا ده هي برضو كلها ايه؟ واو يا أستاذ. مش أخرها واو؟ مش أخرها واو؟ يبقى هي ايه؟ ألف مد. طيب لسه في كمان. ده في الفعل الايه؟ الفعل الثلاثي. الثلاثي اللي بيتكون من ايه؟ من ثلاث أحرف بس. طب فعل غير ثلاثي. فعل غير ثلاثي زي الكلمة اللي هيجي لي دلوقتي برضه في قلب القطعة. كلمة ايه؟ بس هنا بقى كلمة جميلة جدا جدا. هناخدها الأول عن الألف المقصورة وبعد كده نتكلم هل هي ألف موصولة ولا إيه؟ ولا همزة قطع؟ هنشوف حالا دلوقتي. ابتغى. إب. إب. ألف وبقى إيه؟ إب. ما تقولش بقى بس. إب. تا. غا. غين ومد بالإيه؟ وإيه؟ والألف الممدود نطقا أهو. إب. تا. غا. ركز معايا. سواء في الفعل في الفعل في الفعل أو الاسم بقى، في الفعل أو الاسم. إذا جاءت الكلمة أكثر من ثلاث أحرف بس بشرط تكون الأحرف كلها أصلية من أصل الكلمة، وهنتكلم في حكاية أصل الكلمة دي إن شاء الله ها لما ندخل في القواعد النحوية الحقيقية بقى، هعرفك يعني إيه المقصور بقى وأصل الكلمة. ماشي؟ إذا جاءت الكلمة أكثر من ثلاث أحرف، أكثر من ثلاثة، يعني ممكن تكون أربعة خمسة ستة، على طول تنتهي بألف مقصورة وليست ألف ممدودة. على طول على طول. مع بعض الحاجات هنتكلم فيها بس اما يجي برضه دورها في اي قطعه. ماشي؟ اما كقواعد الالف المقصوره والالف الممدوده في حلقات خاصه بالالف المقصوره والممدوده. اما لما يكون في الكلمه هنا بنشرح شرح شبه مبسط، مش هنقول مبسط خالص يعني، لا برضه بنفهم اللي قدامنا كويس. ماشي؟ كلمه نما دي فعل لكن مكونه من ثلاث احرف. طيب لو مكون الفعل من اكتر من ثلاث احرف يبقى ما ينتهيش بالف مد، ينتهي بالف قاصر. زي كلمه ايه؟ ابتغى. اهي اب اب تا غا غا. هنا كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. أكتر من ثلاثة يا أستاذ يبقى ألف قصر. ها؟ بس هنا بقول إيه؟ وابتغى. وب وابتغى. هنا ليه يا استاذ انا ما عملتش همزه هنا؟ لان الالف دي هنا بقى كمان هنا الف ايه؟ ها؟ وصل وليست همزه قاطع. يعني ايه الف وصل وهمزه قاطع؟ الف والوصل يعني الف بدون همزه. الف بدون همزه، ماشي؟ والف القاطع الف بهمزه سواء تحت او فوق. تمام؟ ايه اللي بيفرق ما بينهم؟ اللي بيعرفني اذا كانت الكلمه دي فيها الف وصل ولا الف قطع او همزه قطع حرف الواو. هحط الواو قبلها واقرا الكلمه عادي خالص. ها؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي وايه بتغى؟ وابتغى. واب واب. نطق لي الواو مفتوحه طبيعي مفتوحه لان حرف الزاد دايما مفتوح. نطق لي الواو مفتوحه واب ونطق الباء عليها سكون. يبقى لما ينطق الحرف الزائد مفتوح، يبقى لما ينطق الحرف الزائد، لما ينطق الحرف الزائد بعديه نطق الحرف ساكنا، اللي احنا قلنا الحرف الزائد يعني ايه؟ يعني حرف لو حذفته مش ملوش دعوه بالكلام مش اثر عليها خالص. ها؟ يبقى كلمه ايه؟ وابتغى الواو زائده اهي، لان لو حذفتها مش هتاثر على الكلمه، لان ما كنتش كاتبها خالص قبل ما نتكلم. وابتغى الحرف الزائد اذا نطق بعد منه حرف ساكن يبقى فيه هنا الف. في هنا ألف، والألف هنا بقى ليست ألف قطع إنما هي ألف وصل.
انما لما اقول ايه ينفع اقول واحمد ولا واحمد واه؟ الهمزه هنا واضحه وصريحه. واسماعيل ينفع اقول ايه؟ واسماعيل واسماعيل وابراهيم؟ لا طبعا. ماشي، يبقى الكلمه دي فيها ثلاث قواعد: الحرف الزائد والف الوصل والالف المقصوره في كلمه واحده. في كلمه واحده ايه؟ الحرف الزائد. حرف الزائد اذا جاء بعد منه حرف ساكن يبقى فيه هنا الف بعد الحرف الزائد بدون همزه. ماشي، وكلمه ابتغى ماليش بقى، ما عدش الواو لان الواو زائده عن الكلمه بقى مكانها مش موجود. ابتغى اكتر من ثلاث احرف يبقى تنتهي بالف مقصوره. تمام. هنا كمان كلمه جميله جدا جدا فيها حروف زائده وهمزه. حروف زائده وايه؟ وهمزه. ايه الكلمات دي؟ كلمه ولرفاقه. و الواو والكاف، الواو والكاف والفاء واللام والباء من الحروف الزائده، من الحروف الايه؟ الزائده. والحروف الحرف الزائد يا حبيب قلبي بياتي في بدايه الكلمه، ما ياتيش في وسط الكلمه ولا في نهايه الكلمه، ياتي في بدايه الكلمه فقط. الحرف الزائد ياتي في بدايه الايه؟ الكلمه. تمام. بيقول ايه؟ ولرفاقه. هو ممكن يبقى حرفين اتنين زائدين؟ ايوه، زي كلمة ايه؟ ولا سوف. أصل الكلمة سوف، أصل الكلمة سوف. ولا، ها؟ طيب، ولرفاقه، ليه؟ اللام هنا بقى أصلاً حرف جر. اللام هنا حرف جر، إيه اللي عرفني يا أستاذ؟ لأن هي مكسورة. مكسورة. الباء واللام ها؟ بيأتوا في بداية الكلمة جم مكسورين وهم زائدين، يبقى هم حرف من حروف الجر. ماشي؟ خلاص؟ زي كلمة إيه؟ للعلم، ركز معايا، ولرفاقه، ولي، ولي، أدي الواو. أنا مش عارف القلم الأحمر فين؟ ما عليه. والي رفاقه، والي، والي، أدي الواو، زائدة أهي. ليه؟ طب ما هي لام برضه ممكن تكون زائدة. ليه؟ طب إيه اللي يعرفني؟ لو حذفتهم مش هيأثروا على الكلمة خالص. والي ري 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 أهي. رفا فا مد بالألف أهو. والي رفاقه. لا هي ايه؟ ولرفقاء، لرفقائه، ولرفقائه. ايه هنا همزه بقى، هنا همزه، ركز معايا كويس جدا. همزه قبلها الف مد تبقى ساكنه، يبقى على الصاد، لان الالف المد الساكن. ركز معايا، ولرفقاء، لو قال لي ولرفقاء يبقى همزه على السطر، لان الهمزه قبلها الف مد والالف المد حرف ساكن. تمام. انما هو قال لي ايه؟ زود لي عليها ضمير، فعشان يزود ضمير لازم يكسر لي الهمزه. ولرفقاء ايه الهمزه بقت مكسوره اهي، وطالما الهمزه مكسوره كتبت على نبره، وطبعا ما فيش همزه تكتب على نبره الا اذا اتصل بها حرف بعدها، مش معقول هتفضل كده. لا، ولرفقائه. تمام. هحذف اهو، رفقائه، رفقائه، تكتب الهمزه على نبره اذا كانت مكسوره او ما قبلها مكسور، تكتب الهمزه على واو اذا كانت مضمومه او ما قبلها مضموم، تكتب الهمزه على الف اذا كانت مفتوحه او ما قبلها مفتوح، تكتب الهمزه على السطر إذا كان ما قبلها مد أو حرف إيه؟ ساكن. مد أو حرف إيه؟ ساكن. زي بطء. بدون النظر إلى الهمزة عليها إيه بقى؟ مالناش دعوة الهمزة بقى، زي كلمة مساء أهي عليها فتحة الهمزة، مساء على كسرة، مساء عليها ضمة، مالناش دعوة. هي همزة متطرفة
ماشي، جاء قبلها ألف مد تكتب على الصاد، لأن ألف مد ده حرف ساكن. بالشكل ده قدرنا نوصل لإيه؟ لشبه معلومة بسيطة عن الإملاء بتاع اليوم. ناخد إملاء اليوم بقى، وناخد إيه؟ جزء بسيط من الجملة الإسمية في المثنى. بيقول لي إيه بقى؟ في وسط السطر كده، في نص السطر، عنوان القطع الإملائية العمل. العمل من أول السطر، لا تؤجل، لا تؤجل، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ومن يفعل ذلك فقد سما بفكره ونما بعقله وابتغى. ابتغى وراء ذلك يعني طلب على فكرة، وابتغى كلمة ابتغى يعني طلب، وابتغى الخير لنفسه ولرفقائه وقضى ضاء وقضى. ها ركز بقى، على مكائد، مكائد الشيطان، الشيطان. ها ناخدها من الاول كده، العمل لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، الى الغد، ومن يفعل ذلك فقد سما بفكره ونما بعقله وابتغى الخير لنفسه ولرفقائه وقضى على مكائد الشيطان. دي الإملاء اليوم. سريعا كده بقى هنقول الجملة الإسمية مع المثنى. أخذنا الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، والمبتدأ مرفوع ويرفع المبتدأ بالضمة إذا كان مفردا، وقلنا التلميذ التلميذ مجتهد. وقلنا مرفوعة بالضمة يعني ايه؟ يعني اخر حرف في الكلمة يوضع عليه او ينطق مضموم، يوضع عليه حرف الضمة او ينطق مضموم. التلميذ مجتهد. ممكن نقول ايه؟ مجتهد. ايوه ما هو تنوين بالضم، ها عادي، هي برضه مضمومه كده. ها التلميذ مجتهد. وقلنا ايه اعراب الجمله دي؟ الجمله دي اولا جمله اسميه لان بدات باسم، والتلميذ اسم، اسم انسان اهو، خلاص. يبقى التلميذ بيقول عليه مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، الضمه الظاهره على اخره، بس في ضمه ظاهره وضمه مقدره هنتكلم فيها ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. يبقى التلميذ بقول عليها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مجتهد. التلميذ ماله؟ خبره. إيش خبره؟ إيش خبره؟ ده الخبر بتاعه، يعني بخبر، بس بخبر عنه، بتكلم عنه، بعرف، بعرف إيه الناس التلميذ ده ماله؟ خبره إيه؟ بقول مجتهد. يبقى مجتهد خبر. خبر مين؟ خبر التلميذ. طب ما التلميذ مبتدأ، يبقى مجتهد خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه
الضمه الظاهره على اخره. اوعى تقول لي علامه رفعيه التنوين، لا، علامه رفعيه الضمه الظاهره على اخره. طيب هو هنا مرفوع بالضمه ليه؟ يرفع بالضمه اذا كان مفردا، وكلمه التلميذ مفرد بتكلم عن تلميذ واحد، ومجتهد بتكلم عن مجتهد واحد، لان ما ينفعش المبتدا يبقى واحد والخبر بتاعه اثنين. ما ينفعش اقول التلميذ مجتهدان، مجتهدان ايه؟ ده واحد. التلميذ مجتهدون، مجتهدون ايه؟ هم كتير، ده واحد. يبقى اذا كان ده مفرد يبقى الخبر بتاعه مفرد، ده مثنى يبقى الخبر بتاعه مثنى اللي هنتكلم فيه الان دلوقتي. بيقول لي ايه؟ انا عايز اخلي كلمه التلميذ اللي هي المفرد دي عايز اخليها مثنى. ما ينفعش اخليها مثنى لوحدها، لازم اخليها مثنى هي والخبر بتاعها. طب اخليها مثنى ازاي؟ المثنى المرفوع، المثنى المرفوع، وفي مثنى تاني؟ ايوه، امال ايه؟ في مثنى منصوب، في مثنى مرفوع ومثنى منصوب. طيب المثنى المرفوع، المثنى المرفوع بيزود على المفرد بتاعه الف ونون بس، الف بدون همزه. يبقى هنا بقول ايه؟ التلميذ، ما ينفعش اقول التلميذ بقى، لان الالف هنا اصبحت الف مد. يبقى قول ايه؟ التلميذان، ها، مجتهدان، مجتهدان، ها. اقولها بقى كده، اكتبها اهي، اهي بالشيء نفس المفرد اهي، التلميذ مجتهد اهي. طب انا عايز اخليها المثنى، بعمل ايه؟ بزود الف ونون بس هنا، وبزود برضو هنا الف ونون. طب ليه الف ونون؟ لان الرفع كده. قلنا الاول، في الاول كنا بنقول ايه؟ التلميذ مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، لانه مفرد، مفرد يعني بتكلم عن واحد بس. مجتهد خبر المبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، لانه مفرد، بتكلم عن واحد بس. تمام. هنا بقى مش تلميذ واحد، ده اثنين. اقول التلميذان مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه، لا مش الضمه بقى، ضمه ايه؟ هو مفرد، ده مثنى، يبقى اقول ايه؟ مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف، لانه مثنى، مثنى يعني بتكلم عن اثنين. مجتهدان نفس الكلام، خبر المبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف برضه، لانه ايه؟ مثنى. عرفنا؟ عرفنا الحته دي؟ ها؟ يبقى المبتدا المرفوع يرفع بالضمه اذا كان مفردا، ويرفع بالالف اذا كان مثنى. يبقى كل ما نقول التلميذان مجتهدان، التلميذان مجتهدان، التلميذان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى، مجتهدان خبر المبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى. وصلت؟ طيب الرجل كبير، عايزك تكتبها لي بقى بعد الاملاء بقى كمان في النحو. الرجل كبير، اعرف لي كلمة الرجل كبير، وخليه الجملة دي للمثنى، واعربها برضه هي في المثنى. نكتفي بهذا القدر. أي استفسار، أي تواصل، 010-211-69941 أو من خارج البلاد 010-211-699 أو 00، آسف، من خارج البلاد 00-210-211-69941 أو القناة آخر. نترككم في رعاية الأمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك، ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.